السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الاستادات الجميلة اللي أتمنى الناس تستمتع بيها في فيفا 2022، استاد راس أبو العبود بقطر. كل الاستادات جميلة وشكلها حلو وفعلا مصممة كويس جدا ومعمولة كلها معمولة بالبيم، بس الاستاد ده بالذات الناس شايف تصميم البيم بتاعه امبارح حاجة مذهلة. الجميل فيه والحاجة اللي يعني لفت نظري موضوع الاستدامة، معمول كويس جدا. في حاجة برضو قوية ألا وهي إن هو معمول من الحاويات اللي هي بيتخزن فيها البضاعة عشان تنقل من مكان لمكان، فالحاويات دي كلها طبعا تكلفة قليلة، زائد انها تعد استخدامها كاملا، يعني بعد ما الفيفا تخلص هيفكوا الملعب كله بالكامل وترجع البيئة الطبيعية زي ما كانت، مش هيبقى مثلا خلاص اللعب خلص بس واخدين مساحة، لا هيتفك كله بالكامل ويبدأ الحاويات دي تعمل بها مدارس، تعمل بها مستشفيات، تعمل بها مساكن. فدي فكرة كويسة جدا، لان في بعض الحاجات تبقى الماتش خلص من زمان ومحدش بيستخدمه ولسه موجود واخد مساحة وخلاص. فان شاء الله تستمتعوا بيه في الفيفا 2020.